السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا بكم مرة تانية مع شرح وحل كتاب Step Ahead Connect 6. معادنا النهاردة مع Lesson 2 والعنوان We Always Work Hard. طبعا اللي مش متابعنا ممكن يخش على صندوق الوصف هيلاقي كل الشروحات اللي قبل كده ان شاء الله. طبعا بدأنا الدرس الثاني في الحلقة اللي فاتت بشرح الجرامر اللي موجود في الدرس ده، وكان عن Present Simple، عن المضارع البسيط، وقلنا بناخد الجرامر الاول عشان نفهم موضوع الدرس. تعالوا يلا نبدا درسنا النهارده بالمين فوكابولري. بس قبل ما نبتدي، لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. طبعا اول كلمه مديها لي هي كلمه manifest. manifest يعني غابه مصغره. organization. nature. local communities. information. wildlife. climate. weather. طبعا الكلايمت حبايبي بيبقى طول السنه، اما الوذر بيبقى في وقت معين. تعالوا يلا نشوف الاكسترا فوكابولري اللي هو مديها لي. مديني كلمه on holiday. on holiday يعني في اجازه. On weekends يعني في العطلات الأسبوعية. On Tuesday يعني في يوم الثلاث. Overtime بمرور الوقت. Help with يعني يساعد في. At home يعني في البيت. Get to يعني يصل إلى. By bus بالأتوبيس. Find out يعني يعرف أو اكتشف. Look after يعتني بي. تعالوا نشوف يلا الكلمات الإضافية. Join us يعني التحق بنا. Contact us يعني اتصل بنا. Latest news آخر الأخبار. Collect data يعني يجمع بيانات. Information يعني معلومات. Link Urban locations Green space يعني مساحة خضراء. Green areas يعني مناطق خضراء. Foreign plants طبعا هنا الجي سايلنت. Foreign plants يعني نباتات تزرع في غير موطنها الأصلي. Earth aid يعني مساعدة أو إغاثة الأرض. Gymnastics competition يعني مسابقة جمباز. Naturally يعني طبيعيا أو تلقائيا. Normally يعني بشكل طبيعي. Effects تأثيرات أو أثار. Logo يعني شعار. Research بحث علمي. Movie theater يعني دار عرض سينمائي أو دار عرض أفلام. تعالوا نشوف حبايبي يلا الأفعال المنتظمة اللي هو مديها لي. Join joined collected call called prefer preferred follow followed look after click clicked want wanted play played live lived offered work hard. تعال نشوف يلا الافعال الغير منتظمه. bring brought give gave speak spoke understand understood go went find out found out. تعالوا نشوف يلا موضوع درسنا. وشكل ما قلنا ان الدرس ده بيتكلم عن present simple، عن المضارع البسيط، فدايما الكلام حبيبي هتلاقيه present simple، هتلاقي فيه دايما الادفيربس فريكوانسي، ظروف التكرار اللي احنا خدناها وعرفنا معناها وكمان حلينا عليها في التمرينات. واللي عايز يرجع لي الحلقه اللي فاتت ممكن يرجع لها من صندوق الوصف ويفهم الاول المضارع البسيط وبعد كده يجي على موضوع. طبعا العنوان بتاعي What's many first. What is many first؟ ايه هي الميني فورست دي؟
طبعا ميني فورست كترجمة حرفية هي معناها غابة مصغرة، ولكن ميني فورست دي شكل ما هنشوفها اللي هي منظمة بتعتني بزراعة أماكن خضراء في المدن. بقول ميني فورست is an organization which plants small areas of trees in the middle of our cities. قال لي دي منظمة، المنظمة دي بتزرع مناطق صغيرة من الأشجار في منتصف المدن. These special green areas help people enjoy nature and help our wildlife. قال لي إن المناطق دي بتساعد الناس إنهم يستمتعوا بالطبيعة وكمان بيساعدوا الحياة البرية اللي موجودة. At many forest في المنظمة دي we always، يبقى لاحظ بقى ظرف التكرار always جاي قبل الفعل، يبقى الكلام على طول present simple مضارع بسيط. We always work hard to find the best urban locations for our forests where people and wildlife need nature most. قال لي طبعا ان احنا دايما بنعمل بجد عشان نوجد افضل الاماكن، الاماكن الحضرية، الاماكن الموجودة في المدن للغابات بتاعتنا الصغيرة دي where people and wildlife need nature most، بيبقى فيها الناس وكمان الحياة البرية محتاجة الطبيعة دي بشكل كبير. We never grow foreign plants in our projects. احنا عمرنا ما بنزرع نباتات بتنمو في غير مواطنها الطبيعية في المشروع بتاعنا. We always plant trees that grow naturally in an area and we carefully look after them until they become a small forest. بيقول لي احنا دايما بنزرع اشجار اللي بتنمو طبيعيا في منطقة معينة وكمان بنعتني بها بحرص حتى تصبح غابة صغيرة. We also usually work with local communities to plant and look after the forests over time. طبعا كمان usually هو حبيبي ظرف تكرار من علامات مضارع بسيط وادي فعل في المصدر كمان عشان we، فبقول we also usually work with local communities، بنشتغل كمان مع جمعيات محلية حبيبي to plant and look after the forest، عشان نزرع وكمان نعتني بالغابات الصغيرة دي over time بمرور الوقت. We collect data from every forest we plant a few times a month. بنقعد نجمع معلومات وبيانات عن الغابات اللي احنا بنزرعها دي مرات قليلة كل شهر. This helps us understand the effects of the new green space on the people, wildlife and the climate of the area. وده طبعا بيساعدنا ان احنا نفهم تأثير المناطق الخضراء ديت على الناس والحياة البرية وكمان على المناخ في المنطقة. We rarely have، قلنا حبيبي كلمة rarely برضو ظرف تكرار بمعنى نادرا. We rarely have enough volunteers to help us with our projects. بقول قلما ان احنا نلاقي متطوعين يساعدونا في المشروعات بتاعتنا دي. So we are always happy when people offer to help us. نبقى سعادة جدا لما الناس بتعرض انها تساعدنا. Click on the link، طبعا اضغط على اللينك اللي موجودة to find out more، عشان تجد اكثر. يبقى شكل ما شفنا بيعرفني ايه هي الميني فورست وكمان بيعرفني وظيفتها وبتعمل ايه وبتساعد ازاي المدن بتاعت. تعالوا حبايبي بقى نشوف الاكسرسايزز اللي هو مديهالي على listen to. طبعا احنا حلينا قبل كده التدريبات اللي على الجرامر برضو في نفس الدرس، لكن النهاردة بقى هنحل الاسئلة اللي موجودة على الفوكابيلوري اللي هي الكلمات. عندنا كلمة wildlife يعني حياة برية، forest يعني غابة، عندنا كلمة areas يعني مناطق، organization يعني منظمة، nature بمعنى طبيعة. طيب تعالى كده نشوف بيقولي many forest، قلنا منظمة الميني فورست دي is an A which plants small areas of trees in the middle of our cities. طبعا دي تعتبر organization يعني منظمة أو جمعية. تعال نشوف بيقول لي these special green areas help people enjoy A and help our A. طبعا بتخلي الناس تستمتع بإيه حبايبي؟ قلناها بتخلي الناس تستمتع بالطبيعة، يبقى nature هتبقى number 2 and help our A، وكمان بتساعد إيه؟ قلناها بتساعد الحياة البرية، مجموعة الحيوانات اللي موجودة في المنطقة دي. طيب بيقول لي we always plant trees that grow naturally in an area and we carefully look after them until they become a small A. بقول لحبايبي ان احنا دايما بنزرع اشجار اللي بتنمو طبيعيا في منطقة معينة وكمان بنعتني بيها حتى تصبح small A، حتى تصبح small
فورست يعني غابة صغيرة، small forest. تاني small forest يعني غابة صغيرة. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال التاني. بقول read the following text and answer the question below. بقول Miniforest is an organization، هي منظمة، which usually works with local communities، بتعمل مع الجمعيات المحلية to plant and look after the forests they plant over the time، يعني بتعمل مع الجمعيات المحلية عشان يزرعوا ويعتنوا بالغابات الصغيرة اللي هم بيزرعوها طول الوقت. They collect data from every forest they plant a few times a month. بيقعدوا يجمعوا معلومات وبيانات عن الغابات دي مرات قليلة في الشهر. This helps them understand the effects of the new green space on the people, wildlife and the climate of the area over the time. وده بيساعدهم في انهم يعرفوا التأثير الحاجات دي على الناس والحياة البرية والمناخ في المنطقة طول الوقت او بمرور الوقت. They rarely have enough people for all their projects, so they need more volunteers to join the Miniforest organizations. قليل أوي لما بيلاقوا متطوعين فيكونوا سعداء لما الناس بتلتحق بالمنظمة بتاعتهم. تعال نشوف يلا السؤال الأول. بيقول they collect data from every area they plant، طبعا from every forest يعني في كل غابة هم بيزرعوها. Number 2 بيقول they have enough people for all their projects، طبعا قلنا قل من يكون عندهم ناس كفاية تساعدهم في المشروعات، يبقى rarely. تعال نشوف يلا number 3 بيقول why does the Miniforest organization work with local communities؟ ليه حبايبي هي بتعمل مع الجمعيات المحلية؟ قلنا حبايبي to plant and look after the forests they plant over the time، طبعا عشان يزرعوا ويعتنوا بالغابات اللي هم بيزرعوها طول الوقت. تعال نشوف number 4 بيقول who do they need to join the many forest organizations؟ طبعا بيقول لي مين اللي هم محتاجينهم عشان يلتحقوا بالمنظمة بتاعتهم. اكيد طبعا محتاجين volunteers، قلنا volunteers بمعنى متطوعين. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال اللي بعده. عندنا كلمة nature بمعنى طبيعة، cities بمعنى مدن، وعندنا كلمة volunteers بمعنى متطوعين، وعندنا كلمة location بمعنى موقع، وspaces بمعنى مساحات. تعال نشوف. بقول رانيا بتكلم ساجدة، فرانيا بتقول لها where are you going ساجدة، انت رايحة فين يا ساجدة؟ فقالت لها I'm going to the Miniforest organization، انا رايحة منظمة Miniforest. فرانيا قالت لها what's this organization، يا ترى ايه هي الجمعية دي او المنظمة دي؟ فساجدة قالت لها it's an organization which plants small areas of trees in the middle of our في منتصف ايه، طبعا in the middle of our cities يعني في منتصف المدن بتاعتنا. فرانيا بتقولها how is that، ازاي ده؟ فساجدة قالت لها they plant lots of areas and make them green. ايه بيقول لي ان هم بيزرعوا كثير من المناطق and make them green، اكيد spaces يعني مساحات خضراء. تاني green spaces يعني مساحات خضراء. طيب فبتقول لها awesome، جميل. How can they choose these areas، يعني بيختاروا المناطق دي ازاي؟ فساجدة قالت لها they always work hard to find the best urban locations، يعني بيعملوا بجد عشان يلاقوا مواقع الحضرية، افضل المواقع الحضرية for the many forests where people and wildlife need a most، اللي بيبقى فيها الناس والحياة البرية محتاجة nature، وان nature طبعا معناه طبيعة. تاني nature بمعنى طبيعة. طيب تعالى كده بتقول لها what can I do to help them، طب اقدر اعمل ايه عشان اساعدهم؟ they always need a for the project، هما دايما محتاجين ايه حبايبي للمشروعات دي؟ برافو عليكم، طبعا محتاجين متطوعين. تاني محتاجين ايه حبايبي؟ متطوعين يعني volunteers. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب. بيقول لي 10 p.m. usually in bed before I am، جوال عادة in bed في السرير، before قبل I am، طبعا عايز اقول انا دايما بكون في السرير قبل الساعة 10، فاكيد هقول I am always in bed before 10 p.m. تاني I'm always in bed before 10 p.m. تعال نشوف الجملة التانية. بيقول always my dad a healthy breakfast in the morning eats، طبعا حبايبي انا عارف ده الفعل، يبقى لازم اجيب قبل الفعل كلمة always، يبقى لازم اقول my dad always، my dad always فين الفعل eats. طب eats ايه؟ هقول a healthy breakfast وبعدين اقول in the morning. تاني my dad always eats a healthy breakfast in the morning. number 3 بقول never دنيا and وائل late or for school، قلت حبايبي الفعل بتاعي دنيا and وائل، بس خلي بالك ان الفعل بتاعي هنا verb to be، فهو اللي يجي قبل ظرف التكرار، فهقول دنيا and وائل
are never late for school. تاني دنيا and وائل are never late for school. تعال نشوف number four. Believe the dentist. You go how do often to. طبعا انا عارف ان السؤال بتاعي بهاو اوفن وبعدين الفعل المساعد بتاعي do الفعل بتاعي you يبقى how often do you الفعل الاساسي go يبقى how often do you go to the dentist يعني كم مرة بتذهب لطبيب الاسنان. تاني how often do you go to the dentist. تعال نشوف يلا number 5 بولي gives sometimes us our teacher homework on weekends. يبقى المدرس بتاعي عادي الفعل our teacher ظرف التكرار بتاعي sometimes وبعدين gives us يعني يعطينا homework واجب on weekends في عطلات نهاية الاسبوع. تاني our teacher sometimes gives us homework on weekends. تعال نشوف number 6 بولي rains it the western desert يعني الصحراء الغربية rarely in. طبعا هنا ادي ات الفاعل بعد كده ظرف تكرار rarely بعد كده الفعل بتاعي rains وبعد كده in the western desert. تاني الترتيب بتاعي هيكون it rarely rains in the western desert يعني قلما تمطر في الصحراء الغربية. طبعا حبايبي التدريبات اللي على زمن المضارع البسيط شرحناها في الحلقة اللي فاتت ممكن نرجع لها في صندوق الوصف. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة لو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شارك لكل زمالك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.